بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع رابع في سلسلة ليسوا من هذا العالم. موضوعنا اللي بنركز فيه أحبائي إزاي أكون مختلف، يعني شبه المسيح. وحتى وإنت شبه المسيح، ربنا عاوزك تتشبه بي، لكن ليك رسالة محددة. أنت بوزناتك، بتركيبتك، بشخصيتك، بتربيتك، بظروفك، وربنا حاطط لك خطة محددة. فتعالوا نفهم ربنا، تعالوا ندخل في موضوع افهم ربنا يعني ايه. ساعات الواحد فينا يبقى طول الوقت بيقول مش فاهم حاجة. وحبيبي انت موقف دماغك ليه؟ انت لو ركزت في اللي ربنا بيعمله في حياتك هتلاقي الحكاية واضحة. بس ساعات الواحد يبقى مش عاوز يفهم، لانه عمال يزن على ربنا في حتة غير اللي ربنا بيعمله. فهو مركز في حاجة وربنا عمال يزق في حاجة تاني، ويفضل بيضيع سنين من عمره لأنه مش فاهم. هو مش عاوز يفهم، لأنه لو عاوز تفهم هي واضحة على فكرة، هي مش محتاجة أينشتاين. أينشتاين نفسه له مقولة بيقول ربنا مش بيلعبنا شطرنج، كان يقول كده، يعني ربنا مش بيقصد يغلبنا، لا ربنا بيكلم وبيكلم بشكل صريح وبيقولك بيزقك في اتجاه معين، بس حاول تفهم ربنا. تعالوا نقول لبطرس مثلا، افهم يا بطرس. هو لما يعني وعظ في المجمع ودخل بيتك وكانت حماتك بتموت، ايش معنى بيتك؟ وايش معنى انقذ حماتك ليلة ما تموت؟ وبعد كده البلد كلها تلمت على باب البيت وشفالك كل القرية وعمل لك سمعة. طيب لما دخل مركبتك تاني يوم، هو انت ما بتفهمش؟ هو مفيش غيرك في الدنيا؟ دخل وشاف حماتك وعمل لك قيمة، رايح لك تاني يوم يقعد في مركبتك ويوعظ منها عشان تسمع، عشان انت مالكش في الوعظ، هتسمع غصب عنك. وبعدين على اخر اليوم شايفك متنكد، دخلك البحر، جاب لك السمك كله. هو انت مش بتفهم؟ وبعدين في الاخر قال لك ايه؟ تشتغل معايا صيد ناس. ما تفهم بقى، هو انا عمال اعمل ده كله صدفة؟ لا، هو التركيز ده كله معنته ايه؟ ما تشتغل بقى، ما تسيب اللي في ايدك بقى. فين لما بطرس فهم؟ على فكرة قبل الحكايات دي كلها كان اندراوس قال لبطرس على فكرة لقينا المسيح، قال له روح مش فاضي لك، انا مالي، انا بتاع سمك. فاذا هو ربنا فضل يحاصر بطرس ويركز معاه ويزق فيه وبيقول له افهم بقى، افهم، عاوزك تشتغل معاي، عاوزك تسيب اللي في ايدك. فين لما بطرس فيه؟ ولما لخبط الدنيا بعد سنين، رجع المسيح عند المركب وعند البحر وجايب له السمك كله وقال له يا ابن يونة بتحبني؟ قال له بحبك. قال له مفيش حاجة اتلغت، افهم بقى، انا ما غيرتش رأيي، انت اللي لخبط، انا ما غيرتش رأيي، موقفي هو هو، ترجع تكمل اللي ابتديناه، ارعى خرافي، ارعى خرافي، ارعى ايه ده، افهم بقى، تلخبط قد ما تلخبط انا موقفي منك ثابت، عاوزك تشتغل معايا. يبقى في حاجات بتحصل في حياتنا كتيرة بتزق، بس ساعات الواحد لا مؤاخذة بيستغبى، يحملها على الصدفة، يبقى مش عاوز يستقبل الفكرة اللي وراها، مش عاوز يشوف التركيز الالهي اللي معاه، لا مش عاوز. تعال نروح لواحد اسمه بولس، افهم يا بولس. هو انت لما بقيت في الريسي متعصب، هو كم واحد في جيلك يقول لك ده انا كنت المتقدم في اقراني، اشطر واحد في اليهود؟ طيب كم واحد كان يهودي شاطر قوي وعارف يوناني كويس قوي وراح درس في اليونان؟ دي قليلة جدا، لان دي عاوزة مصاريف كتيرة قوي وابوه غني. طب هو ده ليه؟ عشان سواد عينيك. طيب وبعد كده بقيت فريسي ابن فريسي وتلميذ غمالائيل بالذات، يعني بقى ايه قمة المجتمع. وبعدين هي كانت صدفة انك عارف استفانوس، وقفت تتفرج عليه وهو بيموت ووشه منور وبيقول انا شايف يسوع ابن الله في المجد، وبيصلي للي بيصلبوه باللي بيرجموه، برضو دي صدفة؟ هو انت مش فاهم؟ الرجل المثالي ده اللي وشه منور اللي بيموت
مظلوم هو ايه؟ ما انت لازم تفهم، لان بولس في حتة حقانية كده بيحبها. طيب اخيرا بقى لما جاله المسيح في عمل 9 قال له انت بترفص ليه؟ انت ما بتفهمش ليه؟ يا بالبلدي كده، هو انت مش هتفتح دماغك بقى؟ هو انت هتفضل كده على طول مصر على الحتة الغلط؟ انا يسوع، انا بتاع استفانوس، انا بتاع الانبياء، انا بتاع كل حاجه، فانت لازم تفهم بقى. فقال له انت عاوز نعمل ايه؟ قال له ادخل بقى ونقول لك واحده واحده كده ونقول لك. وبعدين فضل متربس، انا يهودي هشتغل على اليهود. يوه انت هتختار خدمتك بعد ده كله؟ هنرجع للدماغ الناشفه. ظهر له مره تاني وقال له هبعتك للامم، سوري يا بني ادم كده، يعني ايه؟ ما تفهم، وانا يعني مزنوق في ناس تشتغل مع اليهود؟ ما انا عندي بطرس وعندي يوحنا وعندي كل دول يهود. سيبك من اليهود بقى، في حاجة تاني انا عاوزها، في موضوع اكبر. امال انت تعرف يوناني ليه؟ وعشت في اليونان فترة ليه؟ ومذاكر ده كله ليه؟ ودماغك فيها فلسفة كتير ليه؟ عشان اعرف اشتغل بيك مع الام. يبقى هنا ربنا بيقعد يزق الواحد كده، افهم الحاجات دي مش جاية كده وخلاص على الماشي، لازم تتسكن في الاتجاه اللي انا عاوز. نروح لواحد زي يعقوب. يعقوب ده زمان قوي بقى، يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. يعقوب كان لئيم وكان شوية اناني وكان يضحك على اخوه، يضحك على ابوه، عاوز كل حاجة عنده والعيوب اياها دي. طب وبعدين اخيرا وقع في قصة حب وغرام وهيام ورومانسية ورحيل. ماشي اخوي خدها، 14 سنة طلعت عينيك، أخيرا اتجوز. ما فاتش كام سنة رحيل ما بتجيبش عيال، والنكد كل. وبعدين هو فعلا بيحبها، أخيرا ربنا فتح رحمه وجابت يوسف. كام سنة وماتت رحيل. إيه ده يا رب ده؟ ليه كده؟ ليه العلقة دي؟ ليه أحلى حاجة في حياتي تروح؟ ليه الحلم اللي أنا عشته يطير كده بعد ما تحقق مرارة صعبة وجع قلب فعلا؟ هو مش فاهم. طب ده انا يا دوب اتعدلت. على فكرة يعقوب في المرحلة دي كان اتعدل، فبعد ما اتعدل يحصل كده؟ وبعدين كام سنة تاني جايبين له الجلابية الملونة كلها دم، يا نهار اسود، ويوسف كمان؟ لا ده كتير قوي بقى. لا مش فاهم حاجة، يعني كان غلط اقرب منك، وانا بعد ما قربت منك وبقيت خلاص ياخد عيسو اللي ياخده وما بخسرش حد وماشي كويس، حتى يوسف يروح؟ ظلمت خالص، مش فاهم حاجة خالص. وبعدين ابتدى يبكي، فقد عينيه، وبعدين عياله عمالين يجيبوا له مشاكل. الاسباط والحمد لله كلهم مش كويسين. ايه ده كله ده؟ افهم يا عقوب، افهم. انا عاوزك تدخل في مستوى روحي مش هينفع فيه اللخبطة بتاعت زمان. عاوزك مش فارق، مش عاوز حاجة من الدنيا خلاص. قال له بعد رحيل ويوسف مش عاوز الدنيا كلها. قال له تبقى عاوزني أنا بس. ابتدى يعقوب يصلي طول الوقت، وابتدى تتفتح عينيه الروحية، ابتدى يشوف المسيح اللي جاي. أما قال له هديك اللي نفسك فيه، حتى يوسف عايشه لك، لكن أنا عاوزك تبقى تبع الآباء. عاوز أحطك في الكرسي الثالث. أبونا إبراهيم صح، أبونا إسحاق صح، أبونا يعقوب المربع فاضي بقاله مدة، عاوزين نعمل صح عشان يبقوا الآباء البطارك، يبقوا أساتذة التاريخ. افهم، كنت عاوز أحطك في نفس مستوى إبراهيم وإسحاق. ما كانتش سكتك سهلة، بس لازم تفهم أنا بظبطك عشان تبقى إسرائيل، صاحب الشعب المختار، تبقى المحبوب، إسرائيل قديسك. وبقى قديس رغم السكة كانت ضيقة قوي وصعبة قوي، بس بقى قديس في الآخر، وتنبأ نبوءات لم يتنبأها إبراهيم وإسحاق عن المسيح، وشاف المسيح بعينيه، تراءى الله ليعقوب. إذا نفهم يا يعقوب، أنا مش بعمل كده صدفة ولا أصد أعذبك حبيبي، أنا بحبك زي أبوك وجدك وأكتر. في الآخر شاف الخلاص وشاف المسيح. طيب افهم يا يوسف، تعالوا نروح ليوسف. يوسف بقى في الأول اللي على الحجر،
ابن رحيل، بكر رحيل المحبوبة، فطبعا يبقى ايه؟ يبقى المحبوب والدلوع، وقبليه عيال، اشطب على العيال دي كلها، العصر اللي قبله ولا يفرقوا. طبعا كان فاكر ان دي حاجة حلوة، بس دفع ثمنها غالي، خد كل الدلع في الاول، بابا وماما في الاول، ما وراهم صغير يوسف، لما العيال خلاص يعني ورمت الباقيين. وبعدين فجأة يوسف يخسر مامته، رحيل ماتت وهو حوالي 5 سنين مثلا، مأساة، طفل يتيتم وهو يعتبر كان الوحيد لأمه ساعتها، هي ماتت وهي بتجيب بنيامين. طب ليه كده؟ وبعدين غيرة اخواته، هو ما قصدش على فكرة، ويوسف عمره ما كان وحش، لكن كان بسيط ساذج، فلما حلم حكى الحلم الموضوع زاد، مشاكل زادت، في الآخر اخواته وصلوا بشرهم يبقوا عاوزين يموتوه. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه حد بيكرهني؟ انا عمري ما كرهت حد، انا عمري ما اذيت حد، انا ما قصدتش اضايق حد، توصل يكرهوني ده كله، يؤذوني، دول اقرب ناس ليا، طب ليه يا رب كده؟ عارفين بقى التوهان كله، لان فعلا يوسف طول عمره مستقيم. عارفين في شخصيات كده بطبيعتها تقعد تدور لها على غلطه، لانه بطبيعته يميل للصح، غير ابوه على فكره، يعقوب كان في الاول ملخبط كتير، يوسف بريء. طيب وبعد ده كله ايه؟ يلتزم ويتربى بتربيه عاليه بقى، فيدخل عند فوتيفار يظبط له البيت وماشي زي العسكري، ويقول لا للغلط، اللي يقول لا للغلط يشرب بقى، ياخد على دماغه. ايه ده بقى رب؟ ده غير اللي انا اتقال لي، اللي اتقال لي اللي يمشي كويس ربنا يبارك له، اللي بيحصل دلوقتي اللي بيمشي كويس بياخد بيلبس قضيه بيدخل السجن. طب اعمل ايه دلوقتي؟ معلش طول بالك، هتف اف واحده واحده. انت لما تمسك مصر بعد كده لازم تبقى اتعلمت تتعامل مع الناس دي ازاي. يقعد يشتغل مع عبيد ويشتغل مع مساجين وبهدله وسنوات طويله قوي، وفي الاخر الحلم فرعون يغير كل المعايير ويدخلنا على مرحلة جديدة. يوسف بينقذ العالم، حرك العالم بصبعه، بينقذ أبوه وإخواته، بيشوف أبوه بعينيه، بيبقى زي ملك مصر. إيه ده كله ده؟ ما تفهم يا ابني، هو أنا بعمل حاجة عشوائي؟ وأنا يعني بحب أتلذذ إن أنا أذلك؟ يعني أنت غالي وأبوك غالي، وطبعا كل اللي بعمله محسوب. افهم ان ربنا بيبص دايما لكل واحد فينا له رسالة، مفيش حاجة عشوائي، مفيش حاجة صدفة. تعال نروح لموسى بقى. افهم يا موسى، موسى ده قصته غريبة شوية، لان موسى اتولد في وقت محكوم على اللي زيه بالاعدام، لانه اي طفل في الولد في الوقت ده ذكر لازم يموت، وامه ما هنش عليها خبته، وبعدين هتروح في داهية. طيب خلاص بإيمان تحطه في الصفت وترميه في النيل وتقعد تعيط. وبعدين تيجي بنت فرعون في نفس اللحظة، وأخت موسى بتتمشى برا وتتظبط المسائل ويعيش، وتبقى أمه فجأة بعد ما كانت الشحاتة العبرانية تبقى بنت فرعون. إيه العجب ده؟ ده مش كفاية عاش، لا ده بقى ابن ابنة فرعون. ده ليه ده بقى؟ اللي زي مات من بدري، معلش هتفهم، افهم واحدة واحدة. هو بدل انت عشت وغيرك مات يبقى ليك رسالة، كان غيرك بيدفن بسهولة يعني، انت ما دفنتش ليه؟ يبقى لسه في شغل. وبعدين بعد ساعات الواد بيعيط عاوز يرضع، يرجع يرضع من امه. ايه العجب ده كله؟ ارجع تاني لماما الطبيعية عشان قلبها يا عيني ما يتكسرش، وعشان امه الست العظيمة دي تفضل ترضعه يهوى، ترضعه إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. هي عارفة أنه وقتها معاه سنوات بسيطة، لكن عاوزة تلحقه، مش عاوزة يطلع فرعون أبدا. وعشان كده بولس فهمها الحتة دي وقال الست دي عملت حاجة عجبة. افهم أنت ليك 2 ماما، وأكيد هو في سن 4 سنين كان عنده مشكلة نفسية. ليه يروح لماما الغلبانة في الجحر يرضع، ويرجع لماما الهانم يلاقي الناس شايلينه من على الأرض
ولازم كده يروح ويجي في الأول، وبعدين خلاص ماما التانية دي اتلغت، بس ما يقدرش ينسى دي حبيبته، دي أمه اللي بجد، دي اللي رضعته، دي اللي قالت له حاجات جواه ما طلعتش طول العمر، وكل البهرجة بتاعت بنت فرعون ما فرقتش معاه. وبعدين يغلط غلطة عمر، ينفعل والفرعانة تطلع ويموت المصري وتبوظ الدنيا كلها، خلاص نجيب القديم والجديد، ده أصله مش مصري، ده عبراني، بس خلاص عبراني وقتل مصري، لا لا ننسى بقى أنه ابن ابنة فرعون ده مطلوب للإعدام، ويهرب ويشوف الذل كله. تتقلب حياته 180 درجة، بعد ما كان تحت ايده خدامين بالعدد يبقى خدام، ويجري ورا كل الغنم ويتحرق في الشمس ويتزل، واربعين سنة ويعجز، ايه ده كله ده؟ ليه كده؟ لا لسه ايه، ما خلاص رجلي والقبر، لا لسه القبر شوي، بينك وبين القبر رسالة. واخيرا يجي العليقة بقى، بعد حياة الرعي يجي المسيح، يقول له هل فهمت ولا لسه؟ يقول له مش فهم حاجة، يقول له لا كل اللي فات ده كان محسوب، عشان دلوقتي تشتغل تقدر الغلب، مش كده شفته، وتفهم الفرق بين العبراني والفرعوني، وتعرف الانتماء للإله الحقيقي مش إله الفرعنة، وتمسك أعصابك بعد كده مفيش نرفزة وانفعالات، ومفيش ولا حكاية طلعت ملهاش لازمة، كل الذكريات طلعت مكتوبة ومحسوبة، وتكوين هذا العملاق في التاريخ كان بطيء قوي تكوينه، خد 80 سنة بس استوى، وعند 80 بدأت رسالته. فهمت يا موسى؟ طلع انه الحكاية مش غلط، لا طلع في رسالة وان كانت متأخرة شوي. طب افهم يا داود، يا رب نفهم. الأصغر والأحقر والأقل واللي منظر له دايما بتاع الغنم، والنكرة اللي ما بتحسبش من العيال، نمرة 8 اللي بيحضروا 7 لأنه ده مش محترم قوي يعني، فما حدش يبص له، توجع توجع يروح يعمل أغنية، كل ما يتوجع يروح يعمل مزمور، وده المزمور الأخير على فكرة 151، صغيرا كنت في بيت أبي وحدثا بين إخوتي، ده كان عمله هو صغير، كان بيفتكر ان هو الأزع الصغير اللي كان ايه ما حدش يبص له. وبعدين تجي له قصة غريبة جدا، قال ايه؟ يقع مع أسد ويقع مع دب، وغالبا ما حكاش لحد لانه ما حدش هيصدق، وينقذ الغنمة من الأسد وينقذها من الدب، ويقعد يقول مزامير متشكر يا رب أنقذت حياتي، بدل ما أموت أنا اللي أنقذت الغنمة، ويبقى فرحان قوي إنه راعي صالح، وهو مش فاهم إنه بيتجهز عشان يبقى راعي صالح، عشان حتة غنمة طلعها من بق الأسد شويتين، ويجي جلياط وتلاقيه بقى مش قادر يسكت، إزاي البني آدم ده بيغلط في ربنا؟ سيبوني عليه، سيبوك يا عم أنت، هو فيلم كرتون ده الراجل ملوش آخر، سيبوني عليه. شاول يستدعيه، يا عم أنت ده الرجل بتاع حرب، بس يقول له بقى السر، فقال لك ده غالبا سايكوتيك ملخبط أسد ودب وجلياط، إنما هو مصر وشاول ما عندوش بديل، أدخل. وبعدين هو كل ده لسه الرسالة، لسه داود مش فاهم، أيوة طبعا القصة مش جلياط ولا الأسد، القصة في مستقبل بتحضر، في رسالة كبيرة، في مهمة أعظم من ده كله، أنت هتعمل المملكة اللي هتشاور على المسيح، مملكة داود، وداود الملك يأتي منه، وصلنا يا ابن داود، مباركة مملكة أبينا داود، أنت هتعمل المملكة اللي هي مقدمة لملكوت السماوات، مملكة المزامير والتسابيح، مملكة العبادة والحب، لأنه ده كانت حاجة جديدة خالص على اليهود، داود هو اللي حط طعم الحب الإلهي في الموضوع، جه سليمان كتب النشيد بعده، لكن قبل داود مين يعرف طعم الحب ده، الحب الرومانسي ده بتاع داود وربنا. وبعدين
يا عيني بقى بعد ما بقى ملك وابتدى يشتغل تجي له ضربات 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 ويتصلب بقى. داود يدوق الصليب ومررته، أمنون على أبشالوم على سمار على يؤاب على عماسة على ناس بتخبط بتخبط، جراح استوى. ده بعد ما بقى ملك، بعد ما استقر، لكن أخطاء كتير وجروح كتير قوي. أتاري القلب عمال ينضف عشان ياخد اللقب، في لقب كده تاريخي. وجدت داود إيه؟ حسب قلبي، ما حدش هياخد اللقب ده تاني. بس كانت سكة طويلة قوي، وأخيرا داود يبقى مش فارق معاه خلاص، عاوز يروح السماء ومش عاوز يقعد في الدنيا، وخلى ابنه ملك وهو عايش. عاوز يقول له سيب لك الدنيا بقى خلاص، أنا مش عاوز، أنا عاوز السماء. أتاري داود بيتبرمج، وربنا بيقول له افهم الموضوع أكبر كتير من الموقف ده، الموضوع أكبر لسه حبيبي، شايف لك رسالة أكبر من اللي انت فاكرها. إذن أنا عاوز افهم هو اللي عمل ده كده. ما بيعمل كده معانا على فكر، كل واحد فيكم لا يقل أهمية عن أي شخص من اللي أنا حكيت عنه، وكل واحد فينا بيتقال له عرفتك باسمك أنت لي، أنت لي هشتغل معك، وهيبقى لك رسالة. It's never too late. طيب أفهم إزاي؟ الناس دي كلها بدون استثناء فتحت وابتدت تفهم لما صلت كويس. الصلاة الحارة، صلاة بدموع، صلاة منكسر القلب، صلاة مع الذل، صلاة مع القهر، الصلاة في عز الوجع بتبتدي تكشف للواحد رسالته وقيمته، وان اللي فات غير اللي جاي، وان الموضوع مش مجرد الدنيا تمشي وتنجح النجاحات الارضيه وتنجز الانجازات العاديه. لا يا حبيبي الموضوع اكبر من كده، انت يا ربنا شايف لك شوفه لازم تفهم. عشان تفهم اقعد اقول له مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب نور لي برك. الصلوه دي جميله قوي، متاخده من المزامير. يعني ايه فهمني؟ ما بفهمش، نورني، الدنيا ضلمه، انا غبي، علمني عاوز نعمل ايه. عشان تفهم مفيش مانع انك تتساءل ليه، بس ما تستعجلش بالاجابه، لان ممكن تبقى الاجابه اللي انت بتقترحها غير الاجابه اللي ربنا. تاكد ان الاجابه اللي ربنا هيردها عليك ما تخصكش. يعني ايه؟ اللي بيحصل معاك مش عشانك لوحدك، فاهمينها دي؟ اللي بيحصل معاك عشان اللي في رقبتك، عشان اللي جاي وراك، عشان رسالتك. لان مسيحي من غير رسالة زيرو، لكن مسيحي ليه رسالة، يبقى حط جنب الزيرو شوية زيروهات وبعدين واحد صحيح، فيطلع بقى ايه رقم محترم اوي. فانت لسه ليك رسالة، تسأل طب ليه؟ ليه اتعلمت؟ ليه سقطت؟ ليه اتخبطت؟ ليه اتخطبت وفكيت؟ ليه الحادثة؟ ليه الظلم؟ ليه الاضطهاد؟ ليه المرض؟ ليه الفشل المتكرر؟ ليه؟ ما تقلقش، هو كله في الآخر في اتجاه واحد. هي الإجابة مرتبطة ليك رسالة لازم تدخل، ليك فورمة لازم تدخل. من هنا السؤال التقليدي، يا رب اعمل ايه؟ طيب عاوزني اعمل ايه؟ بدل ما اقعد بقى ايه الف اجابات، خلاص هات من الاخر. وممكن تقول له كده، يقول لك طب استنى هبعت لك اللي يقول لك، وما تبقاش الاجابه سريعه برضه. بولس كان مستعجل، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ قال له ادخل دمشق ابعت حنانيا يقول لك، مش هقول لك دلوقتي. وشويه شويه فين لما ابتدى يفهم. عشان كده في المرحله دي اسمع أكتر ما تتكلم. أيوب جاله وقت قال له أنا هسكت خلاص، تعبت من الكلام، برطمت كتير ومش فاهم حاجة. لما سكت أيوب ابتدى ربنا يتكلم، ابتدى يفهم، وابتدى يعرف أنه هو نفسه يبقى شبه المسيح، ودي رسالة عظيمة جدا، وأنه هيبقى سبب عزاء لكل متألمين الأجيال بعد كده، ودي رسالة عظيمة جدا. ما كانش مستوعبها، كان بيتخانق وصعبان عليه. عشان تفهم أرجوك اقرأ، اقرأ حياة اللي قبلك، عمل الله في حياة القديسين، اقرأ اللي ربنا عاوزه واللي ربنا بيعمله واللي ربنا بيخططه، اقرأ عن صفات الله،
اقرأ عن وصايا الله، اقرأ عن وعود الله، احفظ. هو ده اللي هينورك ويفهمك انت عايش ليه ومطلوب منك ايه واتجاه العمر ماشي ازاي. ما تبقاش عنيد او متردد لما تلاقي كل الامور بتقول حاجة، ما تستغباش لمؤاخذة، ما هي واضحة. لما تكون مزقوق على حاجة خلاص بقى صعب عليك ان ترفس مناخس، هتقعد تعور نفسك، ما تسلم بقى وخلاص، استسلم، قول له اعمل اللي انت عاوزه، ما فيش داعي اعند اكتر من كده. استقبل الرسائل اليومية، ربنا باله طويل وبيتعامل مع اغبياء كتير، نشكر الله، فبيفضل يعيد ويزيد ويشرح ويفسر ويقول تاني وتالت ورابع. طب استقبل بقى، لا مؤاخذة، استقبل، ما تستهبلش، يعني استقبل، لأنه في ناس كتيرة بتعمل حاجة تانية، بدل ما بتستقبل بتعمل حاجة وحشة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.